طبعا اول شيء راح ناخذ قياس المقاومه من الملفات. صراحه هذا راح يكون الكومن، وهذا راح يكون الستارت، وهذا راح يكون الرن، اللي هو ملف دوران، ملف التقويم، والمشترك. زين، راح ناخذ المقاومه بينهم. راح ناخذ المقاومه بالميتر هذا، هنحطه على الاوم. ناخذ المقاومة بالأوم. زين، الكومن هذا طبعا السلك الأحمر هو الكومن. زين، مشترك مع الرن. زين، هذا السلك الرن. اوكي، هنشوف كم راح يعطينا. اعطانا 7. دقيقة، خلنا نثبته فقط. أعطانا 57. أوكي، 57. الحين راح ناخذ الكومن المشترك الحار مع الستارت، أعطانا 94. 94، 94 زائد 57، 94 زائد 7 يعطينا 101. 101، 151. يعني 151 راح تكون ما بين الرن اللي هو ملف الدوران مع ملف التشغيل. 151 اوم المقاومة يجب ان تكون 151 اساس انها تعطينا. زين، ان الملفات هذه سليمة. اوكي، زين، الملفات سليمة ما فيها اي شيء. الحين ايضا ممكن، طبعا ما في شورت، لكن سبحان الله تقدر تشيك مع البودي ما في اي صوت. طبعا اذا طلع صوت يعني عندك شورت، كل سلك بروحه، ما في صوت، ما في التماس. زين، ما في التماس. اوكي، مع الرن مع الكومون ما في التماس. تبقى عندنا مشكلة الصوت هذا. الصوت هذا اعتقد من البيرنج الخلفي. زين، ممكن ايضا نجرب صراحة نعطيه شوي جريس ونشوف هل الجريس هذا، واخاف نعطيه جريس بعدين يدخل داخل المحرك و يتلف لنا اياه يعني. فقط على الخفيف صراحة. زين، المشكلة اذا دخل جريز ولا اي مادة اخرى ما في، يعني ما في صوت واضح. زين، صوت طبعا ممكن من البيرنج الخلفي امانة. ايضا هذا هو الكباستر اصلي، خلعته من الجهاز. زين، 3.5 مايكرو فاراد. زين، وراح نجربه. طبعا الاسود يركب بروحه في هذه المروحة. طبعا هنا عندك 3 اخطاب، 2 مدموجين، 1 منفصل. الاسود في الاوجنرال المروحة راح يركب بروحه، والابيض راح يركب مع البارد. زين، وهذا السلك راح يركب مع الحار. زين، من المصدر، وايضا سلك بارد راح يركب هنا، راح يركب ازرق، راح يركب هالشكل. زين، طبعا هذه فقط لتجربة المحرك امانة، وهذا راح يروح مع الحار امانة.
راح تركبون بهالشكل. طبعا الحين راح نشغل الكهرباء زين ونشوف الدينامو. وصلنا الوايرات أمانة. بسم الله. تسمعون الصوت؟ يعني صوت من البيرنج بالداخل، ما في فايدة من غريز أو لا. لزمنا أن نفك المروحة. خلاص ما في فايدة، أمام خلف زين. سوينا جريز كل مكان زين، ما فيش فايدة زين. يجب أن نثبت صراحة زين، ثبتها تمام أساس ما نفصل معاك. أربع براغي تقريبا. هذه البراغي ممكن تمسك. اي هذه البراغي صح، هذه البراغي بعد تمسك. هذا في برغي هني ماسك صراحة، ما ادري ليش. زين يعني اول مرة انا اشوف دينما فيها برغي زين، بس ممكن. وهذا ايضا في واحد هني، هذا المفروض يكونون للأرضي صراحة، بس كلهم يمسكون في البودي. هذول الاثنين، واحد يمين واحد يسار، ما أعرف الحين زين. الحين راح يفتح زين، شوفونه فتح. ما أدري ليش، ممكن حاطينه كسيفتي صراحة، يعني على أساس حتى شوفونه فتح. فتح هذا زين. شوف الجريز دخل داخل هني، يعني ممكن الجريز ايضا، مع انه في جريز هني داخل زين زين، ودخل داخل بس ما في فايدة صراحة. أهم شيء صراحة تنتبهون لهذه السبرينج. هذا السبرينج مهم زين، هذا حاجز يجب أن يرجع في مكانه زين. الحين راح نجيب كلينكس ونمسح البلاوي هذا. شورت معاك زين، مثبت صراحة كريز. أنا أعتقد أنه ممكن يكون فيه، ممكن يكون في فراغ صراحة، ما أعرف الفراغ هذا ليش. المفروض ما يكون في البيرنج، ما في صوت صراحة. البيرنج ما في، لكن نشوفه هذا البيرنج الخلفي. البيرنج الخلفي بعد زين. ما في صوت صراحة. هذا البيرنج بعد ما في صوت. صراحة البيرنج هذا ما في صوت. ما
ممكن البيرنج الخلفي فيه صوت، ممكن. المهم راح نبدله البيرنج الخلفي هذا صراحة لا رقم، راح أبدل البيرنجين وأشوف الوضع صراحة، نشوف الوضع كيف راح يكون. هذا رقمه تقريبا 608 60 لا 60 ممكن 8 ولا بي زد، لا 608 زد. زين 608 زد. زين وهذا العلوي الكبير رقمها تقريبا 6020 DU. زين راح نبدل الاثنين ونشوف الوضع هل راح يضبط ام لا. اذا ما ضبط يكون صراحة المحرك فيه عيب مصنعي. منتهى زين. هذا البيرنج صغير صراحة، راح يفتك معانا بسهولة. زين السلام عليكم مدير، كيف حالك؟ اقول لك